تريدين إتقان جناح الأيلاينر؟ اتباع جانب اللاصق قد ينفع. إن كنت تريدين جلسة شمع بلا ألم من الخيط المغمور للملاعق الغريبة، أويا بدل ذلك حاولي قص جوانب فرشاة الإسفنج. اغمسيها في علبة آيلاينر حركيها على طول جفن العين بحركة سريعة واحدة. لقد أتقنت جناح آيلاينر القطة المثالية. مياو. حسناً فيكي، فهمنا. لديك العيون الجذابة الآن. اذهبي واستخدميها على شخص مميز. صباح الخير يا جميل. لا شيء كالقهوة وروتينك الجمالية لكي تبدأي يومك جيداً. لو كان من السهل أن أبدو بروعة بيونسي كل صباح. تكميل مظهرك بروج جريء فكرة رائعة دوماً. لا، ليس هذا. بالتأكيد ليس هذا. زهري جداً. دينغ دينغ، نعم. هذا الإصبع غير مناسب. لا، إنه مريع جداً. تمالك أعصابك يا فيكي. في المرة القادمة هاتي دبوس شعر وشديه ليأخذ شكل شفتيك هكذا. ضعي الروج في نطاق الخط. واو، تبدين أفضل بكثير بالفعل. والآن حوري الدبوس على موازاة شفتك السفلى. ها أنت ذا. مرحبا يا شفاها مثالية، تبدين رائعة. تحرك بعيدا يا محدد الشفاه، هناك منافس جديد لك. دبابيس الشعر مفيدة جدا. تجهيز ألبسة ليوم في العمل قد يكون صعبا. لا تريدين أن تكوني غير رسمية، لكنك تريدين التهندم أكثر من اللازم؟ أوه لا، لن ينجح ذلك أبداً. ماذا عن هذا؟ لنزرر هذا؟ أوه لا، يبدو أني كبرت على هذا القميص والأزرار لا تغلق. العمل خلال ساعة، ماذا سأفعل الآن؟ انتظري لحظة، أظن أن لدي قميصاً آخر يمكن استخدامه. لا، فشلت ثانية. أظنني أتذكر حيلة أزياء سريعة ستكون مثالية في أزمة الملابس هذه. ضع القميصين على جانبيك وضع ذراعيك في كم من كل واحد. أغلق الأزرار من الجانبين كأي قميص. بمجرد الانتهاء اخلع القميصين وألبسيها ثانية، لكن بالعكس تماماً كما ترتدين السترة. ستشعرين أنه كبير في البداية، لكننا سنصلح ذلك. أغلق الأزرار على هذا الجانب واربط الأكمام المتبقية هكذا. ليس هذا مظهر رائع للمكتب فحسب، بل هو فريد من نوعه. تفكير عبقري مايا. واو، انظري إلى الجمال الطبيعي. وهذه أيضاً. ما المشترك بين هؤلاء الفتيات؟ نمش رائع؟ حسناً، فلنرى. هل لدي أي نمش مختبئ؟ لا، لا شيء. انتظري لحظة، أظن لدي الحل. أجل؟ ربما يمكنني فعل شيء بالحنة التي بقيت بعد حفلة عيد الميلاد التي ذهبت إليها الأسبوع الماضي. ابدأي بوضع نقاط صغيرة على الخدين. استمري وأضيفي المزيد كما يحب قلبك. لا تقلقي إن لم تكن كلها بشكل مثالي. النمش الحقيقي ليس مثالياً أيضاً. الواضح أن إيمي تريد الكثير من النمش هذه المرة. حسناً، عليك بذلك. وبوم،
معبودة النمشي قد وصلت سيداتي وسادتي، إنه يبدو حقيقياً أليس كذلك؟ يوم آخر، زي ممل آخر، ليس لدي وقت للتسوق، لذلك أظن أن هذا سيكفي. مرحباً يا فتاة. واو، تبدين رائعة، من أين لك بهذه البلوزة؟ أنا ذاهبة للغداء وكل ما لدي هذه البلوزة المملة. أتعتقدين أنه يمكنك مساعدتي لتنسيق اللباس؟ رجاءً. حسناً، سأساعدك. ابدأي بالقص من الأسفل للأعلى في المقدمة. أوبس، ليس كثيراً. الآن قص الجوانب على طول خط الإبط، ثم اقلب الطبقات على الأكتاف، وقص أفقياً تحت الثنيات على ظهر البلوزة. قص القطعة التي أزلتها للتو من المنتصف رأسياً. إن كان لديك صمغ، ضعيه على الحواف السفلية للقطعتين. الآن اضغطي بمساواة على قطع القماش المقلوبة. سهل للآن، صحيح؟ بعد جفاف الصمغ، أمسك المقص الثانية لقص حرف V. قصي ببطء للتأكد أنه متساو، وإلى الجانب الآخر. هيا، لقد فعلتها. الآن ارتدي بلوزتك الجديدة واربطيها في الخلف. إن لم يكن هذا أزياء، فلا أدري ماذا أفضل. وليس عليك أن تصلي مركز التسوق حتى، هذا مكسب بالنسبة لي. اعترفي، ما كنت ستفعليه من دوني. أجل يا فتاة، شكراً. حسناً، في 1902 من اكتشف ماذا؟ لا يمكنني كتابة هذه الملاحظات بسرعة. لدى فيكي خطط أخرى، ستمرر ملاحظة لإيمي. مستعدة؟ صوبي، أطلقي. إصابة مباشرة. ملاحظة من فيكي؟ سايلنس. أتساءل ماذا فيها؟ لقد كشفنا المدرس. في المرة القادمة التي تريدين فيها تمرير ملاحظة، جربي هذه الطريقة المخادعة ولن يقفشك أحد. أخرجي مشط الشعر من حقيبتك، مشطي شعرك بشكل عادي، لا شيء غريب هنا، صح؟ الآن اطوي الملاحظة بشكل جيد، وضعيها تحت مطاط المشطة، تتسع تماماً. فيكي، هل قلت إنك تحتاجين استعارة مشتي؟ ها هو ذا. شكراً إيمي. أوك، نعم، أستمتع بتركيز الآن. لنرى ما تقوله الملاحظة. يا إلهي، توني معجب بي. علمت أنه كان ينظر إلي وقت الغداء. أجل، صح، أنا أركز جيداً في هذه المحاضرة. نعم، المخبأ السري التالي مثالي للسيدات بألبسة ليس لها جيوب. بمسدس الصمغ، أغلقي إحدى الجهتين بالصمغ. ضعي نقطة من الصمغ الساخن على الجهة المقابلة في الأعلى. ضعي مكبسا صغيرا هناك واضغطي عليها. ضعي نقطة صمغ أخرى على الجهة السفلى والصقي شريطا عليها، والقطعة الثانية من المكبس على طرفها الآخر. الآن لفي الشريط حول منتصف إحدى حمالات صدرك واشبكيه بالمكبس في الأعلى. أتساءل، أين ذلك الشاب والصور السرية التي طلبتها؟ طلب أن أقابله هنا؟ لا تتحركي، إليك الصور السرية هنا. من أين جاءت النقود؟ هل أنت كائن فضائي أم ماذا؟ لا أريد أن أعرف، لما آتي هنا؟ بعد يوم طويل في الخارج، يرجح أنك ستخلعين مجوهراتك وتضعيها في صندوق زجاجي أو علبة مجوهرات كما تفعل هيلي هنا. الأساور والأقراط، كل مجوهراتك الثمينة في الصندوق المميز. لكن ماذا لو كان الصندوق هناك وجاء أحد وسرقه، كأحد بأصابع طويلة مثل إيمي هنا؟ يبدو أن إيمي لاحظت كنز هيلي. أجل، ها هي إيمي تزين نفسها بجواهر هيلي الثمينة. هل ترون أني أبدو مثل ملكة فرعونية؟ ماذا؟ لماذا ترتدين كل مجوهراتي؟ حسناً، انتهى المرح، هاتي كل القطع يا فتاة. لكن هذه المجوهرات أجمل بكثير مما لدي. شكراً. إن كان رفاقك في السكن فضوليون مثل إيمي، فإن وضع مجوهراتك تحت نظرهم طريقة سهلة جداً لتشجيع سرقتها. ضعي مجوهراتك في كأس مثل هذا.
أعلم أنه يبدو غريباً، لكن لا تقلقي، ستفهمين بعد قليل. الآن ضعي الكأس في علبة شفافة تماماً كهذه، لكن لازلت أستطيع رؤية ما بالداخل. لمنع رؤية ما في الداخل، صب حبات الذرة حول الكأس حتى لا نرى غيرها من الخارج. ترين، لن تفكري أن المجوهرات في الداخل. ضع الغطاء وأنت جاهزة. هذا سيعلم إيمي ألا تعبث بأغراض ثانية.